من جانبه أعرب الرئيس الصيني تشي جين بينغ عن سعادته بعقد القمة العربية الصينية بالرياض، معتبرا إياها حدثا مفصليا في تاريخ العلاقات الصينية العربية نحو مستقبل أفضل. وأضاف الرئيس الصيني أن التعاون الصيني العربي القائم على المنفعة المتبادلة والكسب المشترك نموذج يحتذى به للتعاون بين الجانبين في إطار منتدى التعاون الصيني العربي، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية تجاوز 300 مليار دولار. يعد التعاون الصيني العربي القائم على المنفعة المتبادلة والكسب المشترك نموذجا يحتذى به لتعاون الجنوب للجنوب، حيث تم إنشاء 17 آلية تعاون بين الجانبين في إطار منتدى التعاون الصيني العربي. وخلال السنوات العشر الماضية تجاوز حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية 300 مليار دولار أمريكي بزيادة 1.5 ضعف، وبلغ رصيد الاستثمار المباشر المتبادل بين الجانبين 27 مليار دولار أمريكي بزيادة 2.6 ضعف، وتم تنفيذ أكثر من 200 مشروع في إطار التعاون في بناء الحزام والطريق التي عادت بالخير على قرابة مليارين نسمة من السكان.